الفكرة بتيجي من حتة إن أنا بوري الطفل بوريله إن لما بتعمل أنت الكلمات دي أنا ما بديش عليها انتباه. يعني لما يجي يقول لي صاحبي عمل كذا وأنا جيت قلت له لقيتني بعمل عملية مدافعة، يعني لا أنت لازم تبص لحاجتك، صاحبك هيجيب حسن منك ما تبصلوش، لا أنت ممكن تجيب حاجة تبقى عندك أنت حاجة كويسة وهو حاجة كويسة. طفل مش مستوعب يعني اللي أنا بقوله. يعني مديش اهتمام للي هو بيقوله تقصد؟ لا مش مديش اهتمام، أنا بقول مديش رد فعل عالي وكتير وشرح مفصل مع الموقف. ما هو الطفل اللي بيعمله ده هو قصده منه ايه؟ ما لازم اعرف سلوكه ليه؟ سلوكه هو قصده لفت انتباهك ان الحاجه دي مش عجباني. لو الذكاء بتاع الولاد احسس بابا او ماما ان هو بتأنيب الضمير طبعا مأثر معايا، امي بقى تعبيرات وشها تتغير بقى وان انا حقك عليا يا حبيبي طبعا. انا على النقيض توتي حبيب ماما اللي هي بتعمل له كل حاجه. طبعا انا هقول لك بقى توتي حبيب ماما اللي ماما بتعمل له كل حاجه ده تمام، بيطلب اي حاجه بيلاقيها تمام. هل ده لما يكبر يبقى اكثر شكرا وممتن لاهله وربنا ان هو كل حاجه كان بيطلبها كان بيلاقيها؟ لا طبعا. ليه؟ طيب ازاي هشكرك كل على حاجه بص ازاي هشكرك على حاجه انا مش شاعر بيها اصلا. يعني انا في اولياء امور يجي يقول لي لمامي لو بنتي ما عملتلهاش الاكله المعينه اللي هي عايزاها تعمل تانتروم عاليه جدا وما ترضاش تاكل. انت بتحبنيش. حلو، ده اللي بيتقال. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان بعد ما الطفل بيعمل التانتروم العاليه دي مامي تروح قايمه عامله له الاكل اللي هو عايزه. طب انت رفضت من الاول ليه؟ تفكير الطفل، يعني انت قصدت تذلني فانا بالتالي فأنا لا مش هشكرك. لا وهعمل ده كل مره هعمله طبعا عشان اخد اللي انا عايزه. مش هشكرك ولا احس بقيمه الشيء اللي انت مدهوني لان انا اعتبرته واجب، انا ما ببذلش مجهود معاك وانت اللي مقصر كمان. حته ان انا كل طلباتي مجابه في نفس التايم، لا انا مش هشكر، بالعكس ده انا هعتبره حق مستحق. بلس لو انت قصرت معايا في يوم المشكله عندك. ايوه انا متعود ان انا هعمل التانتروم اللي انا هعملها دي في الاخر انت لازم تجيب لي الحاجه. واحنا كاولياء امور نقول له لا مش هينفع زي ما حضرتك قلت كده، لا انا معيش فلوس دلوقتي. فجاه يعمل التانتروم العاليه وفجاه يعيط ويعمل بكاء مستمر، تنزل تجيب له الحاجه اللي هو عايزها وتقول له مش هعملها تاني. طب ما اوريدي ما انت عملتها. صحيح. ايه اللي يخليني انا كطفل ابذل بقى مجهود في ان انا افكر في حلول وافكر في تاسكس هاخدها عشان تعمل لي الحاجه؟ طب ما اعيط واخلص. طب يا اميره، هو في ولاد هو نقدر نقول كده، اصل ده طبعه صعب بس ده مش صعب، يعني انا بحكم على ان هو الولد ابني طبعه صعب، يبقى في الشارع نيجي قدام اي محل في الشارع بتاع لعب اطفال وتلاقي بقى الصريخ والدبدبه في الارض والعياط، وبالتالي رد الفعل يا هدخل اشتري يا بنلاقي تلطيش للعيال يصعب عليكي اصلا العيال بتتضرب بالشكل ده. الغلط عند مين؟ ما هو انا برضو اصرار على الحاجه. انا هقول لكم على موقف صغير حصل مع ابني. انا كان عنده 3 أو 3 سنين ونص وكنا ماشيين ففي لعب كتير في المحل فعيط زي ما حضرتك بتقولي. انا كل اللي انا عملته ان انا فضلت واقفه مد ايدي يلا احنا هنمشي. طنط بقى معديه حرام الولد بيعيط، اقول لها ميرسي يا طنط ربنا يخليكي. بابا واقف احنا اتاخرنا، اقول له معلش استناني في العربيه شويه. قعدت كده مع ابني هي ربع ساعه انا واقفه في الشارع. مبعتيش مدربتيش انا مد ايدي بس ما عملتيش حاجه لغايه ما خلص. خلي بالك دي مش هو انا مش جايبه طفل عشان اهينه، ما هي دي الفكره بين الحنيه، ان احنا خلطين بين الحنيه ان هي تلبيه احتياجاته. الحنيه مفهومها ان عدم اهانه الطفل قدام الاخر. لا مش اهانه الطفل، انا باجي اقول له حبيبي انا مش هجيب مش انسى ان انا هو الطفل اوقات بيعيط لعل يكون في امل ان هي ايه ماما تحن. هو انا هقول لحضرتك لكن طب لو ماما قالت له بص لو عيطت من هنا للصبح مفيش النهارده. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، مش احنا لما بنكون في عزا وتيجي تطبطبي عليا تلاقيني بعيط زياده؟ لان انا عملت لك اثاره للمشاعر. طول ما الطفل بيعيط وانت بتتكلمي معاه خليه يعيط زياده، اثاره للمشاعر فبيعيط زياده. انا الفتره دي انا سكت، بعد شويه خلص تعب هو. أيوة. خدت ايده مشينا، بعد كده خلص الموضوع انتهى بيني وبينه.